خلينا ننتقل بقى دلوقتي نروح مقر جريدة اليوم السابع، مراسلتنا العزيزة مريم سميح عشان نعرف منها آخر الأخبار في الصحف والمواقع. وأكيد هسألك يا مريم في البداية عن إزاي تناولت الصحف المختلفة فوز الأهلي بالأمس. المهم كمان إن احنا نعرض الصورة دي، ده غير السوشيال ميديا امبارح اللي كانت يعني جماهير الأهلي مسيطرة فيها. اتفضلي يا مريم. يا صباح الخير على كل مشاهدينا، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بصبح عليك يا نهواند، بصبح عليك يا كريم. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة اليوم السابع. زي ما انت قلت يا نهواند بالظبط، الحقيقة ان الأهلي تصدر، او بطبيعة الحال يعني كان من الطبيعي ان هو يتصدر كل عناوين الصحف ويعتلي كمان منصات السوشيال ميديا. يعني زي النهاردة تحديدا، الاسبوع اللي فات او يوم الاحد اللي فات تحديدا، كنت ببارك لكم على فوز النادي الأهلي في ذهاب نصف يعني دوري ابطال افريقيا، والنهارده ببارك لكم وبارك لنفسي ولكل جمهور النادي الاهلي في الفوز على في مباراه الاياب. وان شاء الله يوم 17 اكون معاكم برده ومبارك لكم 17 يوليو المقبل على تتويج النادي الاهلي بالنجمه العشره. الحقيقه ان اول عناويننا النهارده من موقع اليوم السابع، جماهير الاهلي تسيطر على السوشيال ميديا بعد صعود المارد الاحمر لنهائي افريقيا وتخطي حاجز الترجي التونسي. 17 ترند عبر تويتر من اصل 30 للتدوين على المباراة، حلم النجمة العشرة يقترب من جدران الجزيرة. سيطرت طبعا جماهير النادي الأهلي مساء أمس وكمان مستمرة لحد صباح اليوم على منصات السوشيال ميديا المختلفة، سواء تويتر، فيسبوك، انستجرام، طبعا تزامنا مع مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي، واللي انتهت بثلاثية نظيفة في مباراة العودة واللي صعد من خلالها المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال أفريقيا في خطوة جديدة نحو النجمة العشرة. الحقيقة يعني أن نسر الأهلي كان هو المسيطر على كل يعني منصات السوشيال ميديا وعلى قائمة الأكثر تدوينا وتغريدا عبر تويتر ب 17 هاشتاج من أصل 30 من أجل التدوين، ومساندة الفريق كمان واللي قدم مباراة الحقيقة رائعة إن انتهت بثلاثية نظيفة. طبعا يعني هز شباك الترجي التونسي علي معلول، محمد شريف، وكمان النجم حسين الشحات. عايزين نتكلم على قائمة الهاشتاجات اللي جت في مباراة الأهلي والترجي، واللي تصدرت القائمة كانت يعني كالتالي: الأهلي العشرة، أكرم توفيق العشرة، يا أهلي، كهربا، حسين الشحات، علي معلول، شريف المخيف، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، كمان غول إفريقيا، يلا يا أهلي، الشناوي، الترجي والأهلي، وكمان النجمة العشرة. كمان شهد موقع فيسبوك، زي ما احنا عارفين طبعا يعني ان الشعب المصري دايما بيركز على الكوميكس بشكل كبير جدا في الفيسبوك، بقى فيه الحقيقه خف الظل على هذه الكوميكس بعد فوز النادي الاهلي في اي مباراه. كان فيه الحقيقه كوميكس كتيره جدا متعلقه بفوز النادي الاهلي في تلك المواقف، وكان يعني يتصدرها علي معلول تحديدا. من موقع في الجول: أمطر شبكهم وقص عليهم، كيف تفاعلت صحف تونس مع فوز الأهلي على الترجي؟ الحقيقة يعني زي ما بنقول وشاهد شاهد من أهلها، الحقيقة أن كل صحف تونس تناولت يعني فوز النادي الأهلي على الترجي بشكل يعني محايد. في صحف الحقيقة أن هي اكتفت أن هي بس بتتكلم على خروج الترجي التونسي من دوري أبطال أفريقيا، ولكن بعض الصحف الأخرى الحقيقة أن هي أشادت بمستوى النادي الأهلي وبفوز النادي الأهلي وتقديمه مباراة رائعة. يعني البداية كانت من صحيفة تونس الرقمية، نشرت الخبر وكتبت: الأهلي المصري يمطر شباك الترجي ويقصي من رابطة الأبطال الإفريقية. كمان من صحيفة الصباح كتبت: الأهلي يقصو على الترجي، بينما اكتفت صحيفة الشروق بعنوان: الترجي يغادر دوري أبطال إفريقيا. كمان علقت يعني الجوهرة اف ام وكتبت: الأهلي يصعد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي. ونشرت موازيك اف ام الخبر وأعلنت الترجي الرياضي يودع دوري الأبطال. من جريدة الشروق: اختبار صعب للبرتغال أمام بلجيكا في رحلة الدفاع عن اللقب، وهولندا تخشى مفاجآت التشيك. الحقيقة أن كل عشاق كرة القدم النهاردة بيستعدوا لقمم أو قمة كبيرة جدا وممتعة من قمم بطولة يورو 2020، وهي مواجهة منتخب بلجيكا أو منتخب بلجيكا أمام البرتغال في دور ال 16 في تمام الساعة مساء يوم الأحد النهاردة. كان منتخب بلجيكا طبعا كان تأهل
تأهل لهذا الدور بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على روسيا والدنمارك وفنلندا. كمان أما البرتغال يعني الحقيقة بتحوم حولها، والتقرير قال إن تحوم حولها الكثير من الشكوك بعد الأداء المتواضع خلال الفترة الماضية وتحديدا في دور المجموعات، يعني بالفوز على التعادل مع فرنسا والهزيمة من ألمانيا والفوز فقط على المجر. ويعني تأهل أو بتأمل كتيبة فرناندو سانتوس في الحفاظ على لقبها بالاعتماد على الأسطورة طبعا كريستيانو رونالدو كمان. لكن الحقيقة أن عبور بلجيكا أكد التقرير أن هي هتبقى مهمة صعبة بعض الشيء، وفي النهاية من المؤكد أن المباراة بين الطرفين ستكون غاية في الإثارة والمتعة. عايزين نقول كمان أنه بتعتبر مباراة الليلة يعني يمكن ليها صراع خاص بين لوكاكو لاعب المنتخب البلجيكي وكريستيانو رونالدو النجم البرتغالي، لأن طبعا رونالدو تفوق على لوكاكو في صراع الهدافين بالدوري الإيطالي الموسم 2020-2021 بعدما سجل رونالدو 29 هدف مع يوفنتوس، فيما سجل لوكاكو 24 هدف مع انتر ميلان في الدوري، بينما فاز رونالدو بهذا الصراع قاد لوكاكو فريقه بالتتويج بأول ألقاب الدوري في آخر 11 عام. واخر اخبارنا من صحيفه الرياضيه السعوديه، ميسي طبعا يعني يهدد زعامه بيلي. يفصل الارجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب الارجنتين الاول لكره القدم 4 اهداف فقط عن معادله رقم بيلي الاسطوره البرازيليه كاكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف في قاره امريكا الجنوبيه. وصل ميسي الى الهدف 73 في مسيرته مع منتخب الارجنتين، فيما يحمل الاسطوره بيلي في 77 هدف، وخاض بيلي 91 مباراة بقميص منتخب بالبرازيل وأحرز 77 هدف، ويعتلي قائمة الأكثر تهديفا في أمريكا الجنوبية، فيما لعب ميسي 147 مباراة بقميص التانجو مسجلا 73 هدف و 51 عفوا أسيست، ويقود ميسي منتخب الأرجنتين في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021 واللي بتقام حاليا في الوقت الحالي، وفرصيده يعني أو أن هو أحرز هدفا ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا وفرصيده 7 نقاط. قبل ختام جولتنا الصحفية عايزين نفكر مشاهدينا طبعا بمباريات اليوم سواء في يورو أو كوبا أمريكا أو كمان في الدوري المصري. النهاردة هيكون في يعني مباريات يورو 2020 هولندا والتشيك في تمام الساعة 6 مساء، كمان بلجيكا والبرتغال في تمام الساعة 9 مساء. أما بالنسبة مباريات كوبا أمريكا فنزويلا وبيرو في تمام الساعة 11 مساء، والإكوادور والبرازيل في تمام الساعة 11 مساء. أما أخيرا بالنسبة لمباريات الدوري المصري هيكون طلائع الجيش والبنك الأهلي في تمام الساعة 5 مساء، وأخيرا سموحة والإسماعيلي في تمام الساعة 7 مساء. دي كانت جولتنا النهاردة الصحفية من داخل مقر جريدة اليوم السابع. بشكركم جدا، الكاميرا ليكم مرة أخرى. تغطية أكثر من رائعة، بشكرك أنا وكريم أكيد عليها زميلتنا العزيزة مريم وكمان هنا أبو القاسم، شكرا لكم جدا على التغطية دي.